الأحبة هي ليس الأمر مقصوداً على المغاربة، فالقدس قد جمعت من كل أطراف الأمة خيارها ورابطوا بها حتى يحرروها. فالقدس عبر التاريخ كانت هي المحطة التي ترتفع بها الإمبراطوريات وتنهار أمامها الإمبراطوريات. وأنتم تعلمون أن التتار ومن قبلهم ومن بعدهم، هناك من غزوا العالم كله وانكسروا، من التتار إلى الصليبيين إلى نابليون إلى كل هؤلاء إلى المغول، كلهم انكسروا على أرض فلسطين وعلى أرض باب المقدس المباركة. يا إخوة، لقد بارك الله سبحانه وتعالى بهذه الأرض للعالمين. المسجد الحرام خصص لإبراهيم والحنيفية من بعده، فإسماعيل ثم محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هذا المسجد الأقصى الذي بورك فيه للعالمين، فكل الأنبياء وكل الرسل وكل الصالحين إما كان لهم جولة في هذا المكان الطيب الطاهر الأرض المباركة. وحينما نقول أرض مباركة، مبارك من رابط عليها، مبارك من دعمها، مبارك من وقف معها، مبارك من أكل من ثمرها، مبارك من دعا لها، مبارك من جاهد في سبيلها. وأبواب الجهاد مفتوحة وكلها مباركة في الأرض المباركة. وأنتم تعلمون، وأنتم علماؤنا، وأنتم الخيرة فيما بيننا، وأنتم تعلمون أن الجهاد بالمال قدم على الجهاد بالنفس. لماذا؟ لأن الجهاد بالمال يستطيعه كل إنسان، كبير أو صغير، ذكر أم أنثى، عاجز ومعفى من القتال أو غير عاجز، كان بعيدا عن ميدان المعركة أو قريبا في ميدان المعركة. لكن الجهاد بالنفس هو لا يستطيعه إلا من كان ملتحما مع العدو، مرابطا على ثغور الوطن، مرابطا في ثغور الجهاد. ولذلك قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في كل مواضع القرآن الكريم إلا في موضع واحد. واعلموا أيضا أنه بدون هذا الجهاد بالمال لا يستطيع حتى الذي يريد أن يجاهد بنفسه، لا يستطيع من ذلك فكاكا حتى ولو كان بدون سلاح. والله يا إخوة، إن هؤلاء المرابطين في الأقصى لو فكرنا شوية بس كيف يجمعوا إلى الأقصى وكيف يتركوا أعمالهم ليأتوا ويبيتوا العشر الأواخر حتى لا يغزى المسجد الأقصى ويؤتى لهم بالطعام والشراب والزاد. وهؤلاء حينما يعتقلهم الاحتلال بيفرض عليهم أول حاجة غرامات مالية كبيرة جدا، بحيث أنه لا يستطيعها معظمهم، فإن لم تمده بالمال فلن يرابط في الأقصى. أرأيتم حتى الاعتكاف في المسجد يحتاج لمال، حتى المرابطة في المسجد يحتاج إلى مال، حتى الجهاد بالنفس بدون عتاد يحتاج إلى مال. فما بالكم حينما يريد الإنسان أن يجاهد ويعد السلاح كما حصل الآن في معركة القدس. في معركة القدس يا إخوة، نحن حينما فاجأنا الاحتلال وفاجأنا دول المنطقة والدول التي تدعمها والدول من وراءها ودولة الكيان الصهيوني نفسه، لما فاجأناها يا إخواننا، فاجأناها بشيء الحمد لله رب العالمين، كان بعد حصار شديد لقطاع غزة وبعد تدمير الأنفاق. وكلكم يعرف أنه منطقة سيناء حتى بئر العبد، من رفح لبئر العبد إذا رأيتم بالخارطة، مسحت قرى بأكملها حتى لا يكون هناك في أي نفق ليمد أهلنا
وقواتنا وإخواننا وأحبابنا في غزة بأي شيء مسحت ودمرت الأنفاق، ثم أتوا بماء البحر وسكبوه على طول الحديد، طول الحدود في رفح وطولها 14 كيلومتر. لماذا؟ حتى اللي بحاول يحفر في الأرض الترابية تحت يغرق بالماء ويغرق.